إذا توضأ الشخص ثم بعد صلاته وجد شيئا يمنع وصول الماء على بشرته، ماذا عليه؟ إن كان لم يمضي وقت طويل والأعضاء لا تزال رطبة فإنه يزيل هذا المانع ويغسل ما تحته ويكفيه، لأن الموالاة لم تفت. أما إذا كان مضى وقت طويل ويبست الأعضاء فإنه يزيل هذا المانع ويعيد الوضوء من أوله لفوات الموالاة. نعم، والموالاة لم تفت أيا كان العضو. نعم.